السلام عليكم. نحتاج لمكافحة حشرة المن إلى صابون سائل ولتر ماء وبخاخة. المقادير: ملعقة كبيرة من الصابون السائل، أي صابون سائل ممكن أن نستخدمه. نضع في لتر ماء. هذه الطريقة هي من أشهر الطرق العالمية غير مضرة لمكافحة حشرة المن. يوجد طرق أيضا أخرى باستخدام قشور البرتقال والليمون. وبعدها نضع الماء في البخاخة ويكون جاهز للاستخدام. ونرشه على الأوراق سواء على السطح العلوي أو السطح السفلي للورقة. ويمكن استخدام طريقة ثانية لمكافحة حشرة المن بأن نضيف ملعقة صابون سائل كبيرة إلى لتر من منقوع الثوم. ويمكن أيضا استخدام قشور البرتقال والليمون بعد خلطهم بالخلاط.